قمة طارئة. قادة دول الساحل الخمس يجتمعون في نواكشوط مع وزراء الحكومات والدول والهيئات المانحة للتنسيق من أجل حشد الموارد لدعم تنمية هذه المنطقة التي أضعفها الإرهاب. أكثر من 40 مشروعاً تنموياً ذا طابع استعجالي على طاولة القمة في انتظار حشد الموارد اللازمة. نأمل في أن 40 مشروع اللي قدمنا تحصل على التمويلات الكاملة، وهو ما حصل إن شاء الله، وسيكون في المستقبل القريب هناك حيز التنفيذ وستكون له مردودية كبيرة على دول الساحل وعلى ساكني دول الساحل. تعهدات بتقديم ملايين الدولارات من دول وحكومات ومنظمات متعددة شاركت في المؤتمر، ستضاف للتعهدات التي سبقتها في بروكسل قبل 9 أشهر، ما زالت المنظمة تشكو من التباطؤ في الوفاء بها. دائما البلدان تتعهد وتبدي كثيرا من الكرم، ولكن عندما نعود إلى الواقع وإلى الحقيقة تكون التعهدات هي مثل الأحلام، مثل الطموحات، لا يمكن بلوغها، سيحصل على بعضها، ولكن لحد الآن المشكلة والمؤسف بأن ما حصل عليه بعيد جدا مما تم التعهد به. تمويل القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب يطرح نفسه بقوة في هذا الاجتماع العالي المستوى، حيث سيكون على الدول الأعضاء الالتزام بمساهمة سنوية للمساهمة في النفقات العسكرية التي تظل المساهمات الدولية فيها الفيصل في نجاعة هذا الجهد الإقليمي الخاص في منطقة من أكثر المناطق هشاشة في العالم. تحديات عديدة أمام قمة نواكشوط لفرض معادلة التنمية أولاً لاجتثاث الإرهاب، فهل ستنجح في الضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته أم أنها ستكتفي بمزيد من الوعود فقط؟ أبي زيد نواكشوط، الميادين.